نفسك بما ان سمحان ما عندك براشي ديال الدجاج بكاوكاو. عندي بمقادير 4 ديال الابيض البيض ديال الصدر. 4 ديال الابيض البيض. مية غرام كاوكاو كل ملح محمر. 100 غرام كاوكاو ملح ومحمر. طيب. ياغورت طبيعي واحد. ياغورت طبيعي واحد. بصلة تكون بيضة ومشلطة. معلقة صغيرة ديال الكمون. معلقة صغيرة كمون. معلقة صغيرة حميرة. معلقة صغيرة حميرة. وشوية الملح والإبزار. شوية الملح والإبزار. بالنسبة للطريقة غادي نقطعو الدجاج ديالنا قطع مربعة تكون صغيرة. ونهرمشو الكاوكاو قطع صغيرة. نهرمشو الكاوكاو ونشلطو البصيلة. فين الكاوكاو تيترمش. ونخلطوا الياغورت مع الكمون مع التحميرة والملح والإبزار. يعني استاذة هذيك القيقامة نخلطوها مع الياغورت. وناخذ شوية من الكمية تقريبا ديال الكاوكاو اللي عندنا ونركضوها مع الدجاج في هذا الخليط. كمية الكاوكاو نزيدوها لهذا الخليط هذا ديال الدجاج. نزيدوها نفس الكمية ماشي كاملة حيت الكمية الأخرى نحتاجو كمية خليط. ونخليو يبات لينا كاملة تقريبا. ونشويهم تقريبا